تتواصل معارك الكر والفر بين الثوار من جهة وقوات النظام المدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني من جهة أخرى في محيط قرية هريرة بريف دمشق. وقال مراسلنا إن الثوار قتلوا نحو 30 جنديا بينهم 4 من حزب الله، إضافة لتدمير عربة بي ام بي وسط أنباء عن سيطرة قوات النظام على البلدة. كما تجدد القصف الجوي والمدفعي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما تسبب باستشهاد وجرح العديد من المدنيين. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه قوات النظام اقتحام منطقة حوش الفارة في غوطة دمشق الشرقية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير. منصور، لو تضعنا في تفاصيل معركة هريرة في وادي بردة، وما هي صحة الأنباء التي تحدثت عن سيطرة النظام عليها؟ نعم غنى، بالفعل استطاعت قوات النظام السيطرة على بلدة هريرة في القلمون الغربي في منطقة وادي بردة بعد معارك استمرت لعدة أيام. استطاعت قوات النظام السيطرة على البلدة، ولكن اليوم الثوار بعد هجوم وباغت لهم على نقاط النظام التي دخلوا إليها استطاعوا السيطرة على أو إعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلدة مع تكبيد قوات النظام خسائر في العتاد والعناصر التي تقوم بالهجوم على هذه المنطقة. نعم، طيب منصور، ما هي آخر تطورات المعارك في الغوطة الشرقية إجمالا؟ نعم، المعارك في الغوطة الشرقية تعتبر هادئة نسبيا، إلا الجبهات الشرقية للغوطة كجبهة حوش الفارة، النظام ما زال يحاول التقدم على هذه الجبهة. اليوم كان هناك محاولة للاقتحام ومحاولة للتقدم في جبهة حوش الفارة، استطاع الثوار صد هذه المحاولة وسط الحملة الهمجية التي تستمر على مناطق ومدن الغوطة الشرقية وعلى الأحياء حصرا. نعم، طب منصور، كيف يبدو الوضع الإنساني والطبي في الغوطة في ظل القصف المكثف عليها؟ نعم، العشرات من الغارات الجوية تستهدف عدد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية. طبعا القصف لم يستهدف بلدة واحدة، بل كان مكثف لعدة بلدات خلال الفترة الماضية منذ 5 أيام وحتى هذه اللحظة. اليوم أكثر من 16 غارة جوية استهدفت كل من حموريا ودوما ومسرابة والشيفونية والريحان وأيضا حوش نصري. اليوم هنالك 10 شهداء استشهدوا نتيجة هذه الغارات، مباني دمرت بالكامل فوق رؤوس ساكنيها. كما ذكرنا الغارات مكثفة جدا، مما يضع الوضع الطبي والمشافي الطبية لحرج لكثافة القصف ووجود عدد كبير من الجرحى. كثافة الجرحى تؤدي ل ارتباك لدى الكادر الطبي، عدم قدرتهم على السيطرة على عدد الجرحى الهائل الذي يأتي إليهم بسبب كما ذكرنا الكثافة النيرانية التي تكون على المناطق السكنية، غارات جوية ومدفعية النظام لا تهدأ على الأحياء السكنية. أيضا هنالك نقص لدى الكادر الطبي، نقص بالمواد الطبية الضرورية كالسيروم وأكياس الدم والمواد العلاجية التي يتم من خلالها علاج هؤلاء الجرحى بسبب كثافة أعداد الجرحى التي وصلت إلى المشافي الطبية خلال هذه الفترة. ومع زيادة القصف أيضا يؤدي هذا إلى وضع حرج لدى المشافي الطبية في الغوطة الشرقية. نعم، شكرا لك منصور أبو الخير مراسلنا في ريف دمشق.